عندما عرف الرب جل جلاله هذا الشهر الكريم عرفه بميزة عظيمة وقدمه للناس بخصيصة ذات أثر عظيم على الناس، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بهذا التعريف العظيم وبهذه الخصيصة الجليلة قدم الشهر لهذه الأمة وعرف لها هذا الزمن بما ذكره الله عز وجل. وتدبر آيات القرآن مطلب وواجب، لأن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.